نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى في مهكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار عباد الله قال الله تعالى في مهكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فكشفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأيضا كما قال الله تعالى في مهكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا رقبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فيا جماعة الخير خطبتنا اليوم في الاختصار سأحدثنا عن الأسباب زيادة الرزق وكما قال الله تعالى واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أولا من أسباب زيادة الرزق التوكل على الله التوكل على الله وكما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله هذه أسباب من أسباب زيادة الرزق وكما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكل على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير دغد خماصا وتروح بطانا أولا من أسباب زيادة الرزق التوكل على الله التوكل على الله والثاني التقوى الله من أسباب زيادة الرزق الثاني التقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكما قال الله تعالى في مهكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الثالث من أرقام الزيادة الرزق من أسباب زيادة الرزق الصلة بالرحمة
صله الرحمه. وكما جاء الحديث ان عبد الرحمن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من كان يريد ان يبسط الله في رزقه او ان يرفع له في اثره فليصل رحمه. يا ايها الذين امنوا انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لا خير في كثير من نجواكم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس الإصلاح بين الناس هذه مهم جدا من أسباب زيادة الرزق. ومن يفعل ذلك ابتغاء لله فسوف نعطيه أجرا عظيما. عباد الله، هذا ركن من أركان الزيادة الرزق أو من أسباب الزيادة الرزق. الرابع الدعاء. الدعاء ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا سألت عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. علمنا إمام علي رضي الله عنه قال علي هذه الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا من فضلك عمن سواك. الدعاء إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اعلموا إن لأن رزقك مكتوب وأن كل شيء في يد الله. قال الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. رزقك مكتوب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون مطقة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فأرسل الله الملائكة. أربعة الأمور: أولا فينفخ فيه الروح، واعلموا رزقك مكتوب، أجلك مكتوب. أن الأمة لو اجتمع كل الأمة إلى أن ينفعك بشيء لم ينفعك بشيء إلا كتب الله لك، انتهى الأمر. ولو اجتمع كل الأمة إلى أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتب الله لك، انتهى الأمر. أن كل شيء في يد الله. أقول ما سمعت، أقول قولي هذا، فاستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم، فتوبوا إلى الله يرحمكم الله. الحمد لله، الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وبتعث محمدا إلى كافة البد والحذر فأحل وحرم وأباح وحذر وبتلاه ربه إلى كافة نبوة بمدارة ما انتثر. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. ختاما، اعلموا أن من حياة الدنيا لعب وله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.